إخواني أخواتي، نحن نعتبر أن الانتخابات الرئاسية محطة مفصلية، محطة استراتيجية في تاريخ البلاد، محطة تحول كبرى ينبغي أن يستغلها ويستثمر الجزائريون فرصتها من أجل الوصول إلى جزائر صاعدة، جزائر تتخلص من كل الانتكاسات. اخترنا عنوان الفرصة لنقول للجزائريين والجزائريات: كفى تضييعا للفرص، كفى إهدارا للفرص، كفى أن لا نستغل الفرص المتاحة أمامنا كجزائر وجزائريين، لأن الفرص التي حب الله بها عز وجل الجزائريين فرص كثيرة، فرص مرتبطة بتواجد كل الثروات على أرض هذا الوطن. أول ثروة موجودة على أرض هذا الوطن هي هذه الثروة البشرية، هي هذا المجتمع، هذا المجتمع الجزائري المتعايش، هذا المجتمع الجزائري المتآخي، هذا المجتمع الجزائري الموحد. إصلاح التعليم إصلاح أولوي في مسيرتنا وفي فرصتنا وفي برنامجنا. لماذا؟ لأننا نعتقد من خلال هذا التعليم أننا نصنع جزائري واعي بمسؤوليته تجاه وطنه، واعي بالتحديات التي من حول وطنه، واعي ومدرك أنه يشكل أحد أدوات الأمن القومي الوطني. أحد أدوات الأمن القومي الوطني هو إنسان جزائري يعي التحديات ويعي الإكراهات ويفهم مخططات الأعداء والخصوم. نحن نريد من خلال المدرسة أن نبني شخصية تلاميذنا وأبنائنا شخصية سوية مرتبطة بالوطن، مرتبطة بالقيم، مرتبطة بالثوابت، مرتبطة بحب الوطن وخدمته، صابرة على كل الإكراهات في سبيل هذا الوطن. إحنا برنامجنا برنامج الفرصة عنده توجه خاص للولايات الحدودية وللولايات الصحراوية، يقوم على بناء استثمارات حقيقية وعلى تنويع المؤسسات الاقتصادية، لأن برنامجنا برنامج يرتكز على حرية الاستثمار، حرية الملكية، حرية التجارة، وحرية يعني أن الإنسان يملك، ولكن يقوم أيضا على البعد الاجتماعي. لا بد من تكافؤ الفرص، لا بد من عدالة اجتماعية، لا بد من توفير مناصب شغل لشبابنا وأبنائنا وبناتنا.